أم جنان من نجران، تفضل يا أختي أم جنان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بسأل فضيلة الشيخ، طيب، جدتي متوفية وعندها غرفة، وأكبر عيالها باع الغرفة من زوجته الثانية. بعد ما توفى أكبر عيالها، جاء أخو المتوفي وقدم على الغرفة ليأخذ مبلغ مادي. المبلغ المادي حق نزوح في منطقة جازان لعمل به فعل خير لأمهم. على كل حال، ما خلفه الميت فهو للورثة حسب ما شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لبعضهم أن يختص به أو بما هو أكثر من نصيب. اصبري الله يهديك، اصبري الله يهديك. تفضل. أقول ولا يجوز لأحدهم أن يختص أو يأخذ أكثر من نصيبه، وإذا حصل بينهم نزاع وخصومة عندهم المحكمة الشرعية. نعم.